بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحلقة النهاردة عن سيدنا إسحاق، فهنجيب كلام الكتب وهنجيب كلام مولانا الشيخ. فمبدئيا كده كانوا بيسألوا مولانا الشيخ عن أولاد سيدنا إبراهيم، فقال الكلام ده. ربنا جل وعلا بيقول كان الناس أمة واحدة، في آية في القرآن بتقول كده، إن الناس كلهم كانوا أمة واحدة. قال ده قبل زمن سيدنا إبراهيم، كانت الناس كلها أمة واحدة. وبعدين سيدنا إبراهيم خلف ولدين، سيدنا إسماعيل وده أبو العرب كلهم، وسيدنا إسماعيل ده خد بالك بقى من الجاي، وسيدنا إسماعيل ده نفسه خلف ولدين، واحد اسمه عدنان وواحد اسمه قحطان. قحطان ده سكن في اليمن، وكل اليمن من سلالة قحطان ده، وعدنان سكن في الحجاز، ودول جدود النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي بقى نروح على الشام عشان نعرف قصة سيدنا إسحاق، وبعدين في الشام ابنه الثاني إسحاق ابن سيدنا إبراهيم، يعني امرأته حملت في توأم العيس ويعقوب. وبعدين العيس طلع الأول، الشيخ اللي بيقول كده العيس طلع الأول يعني اتولد الأول، وبعديه يعقوب، عشان كده سموه عقب العيس يعني سموه يعقوب. سيدنا إسحاق عاش حوالي 180 سنة، كان ضرير وكان بيحب سيدنا العيس. قال له يا ولدي روح اعمل قربان، يعني قدم نفحة يعني، وتعالى عشان أدعيلك. سيدنا العيس مشعر، الشيخ بيقول كان مشعر يعني عنده شعر كثيف يعني. فمشي سيدنا العيس يعمل النفحة يذبح يعني ويوزع. أمه سمعت الكلام ده، سيدنا يعقوب كان أمه بتحبه جدا، قالت له امشي اذبح غنماية كبيرة وقربها قربان وقسمها على الناس والبس الجلد بتاعها وتعالى لأبوك عشان يدعيلك. سيدنا يعقوب راح عمل القربان بتاعه وخلص وجي، والعيس لسه ما كانش جه، وجي لأبوه قال له يا أبي أنا خلاص جيت ادعي لي. أبوه الشيخ بيقول أبوه لمسه كده لقى جسمه مليان شعر زي العيس، قال له الله خد بالك بقى من الجاي. وده تنفيذ للآية، لأن ربنا قال إسحاق ومن بعده يعقوب، يبقى اللي هيورث يعقوب مهما بقى تعددت الاسباب اللي بنقوم دي منها يعني. ده دي فلسفه مني كده في الايه، اسحاق وبعديه يعقوب، يبقى اللي هيورث يعقوب. قال له شو بقى دعوه سيدنا اسحاق لمين؟ ليعقوب. قال له اللهم اجعل في بيتك النبوه، يبقى اذا انبياء بني اسرائيل كلهم هيجوا من سيدنا يعقوب. قال اللهم اجعل في بيتك النبوة، اللهم اجعل في بيتك العلم، اللهم اجعل في بيتك الولاية، يعني حتى الأولياء من السلالة دي. الشيخ بيعلم بيقول فاز بالدعوة سيدنا يعقوب. جه بقى بعديه العيس، العيس طبعا شديد وقوي. جاء العيس بعد ما عمل القربان قال له يا ولدي انت مين؟ ما هو ضرير. قال له انا العايس. قال له انت مش كنت من شوية جيت؟ قال له لا ده اخويا انا ما جيت، انا لازم اقتله. ودي هنا حصل صراع بقى جديد، ان هو خلي بالك ده اللي هنكمل بيه قصة، اللي هتكمل بيه قصة سيدنا يعقوب بقى الحلقة الجاية. قال له انا لازم ايه اقتله، انا ما جيت انا لازم اقتله. الشيخ اللي بيحكي قال له طب تعالى ادعي لك برضه. خد بالك بقى من دعوة سيدنا إسحاق اللي هي العايس دي، مهمة جدا عشان بتبين. الشيخ كان علق في الأول قال ربنا كان جعلكم أمة واحدة، بس جت بقى عند سيدنا إبراهيم واتفرقت الحتة دي. قال له تعالى ادعي لك أنت كمان، اللهم اجعل في بيتك العلم، اللهم اجعل في بيتك الصناعات،
اللهم اجعل في بيتك الملك، او بص بقى شيخ بيعلم، يعني يبقى بيتهم الملك والعلم والصناعات. خد بالك بقى، اولاد العيس، الشيخ اللي بيقول مش انا، اولاد العيس هم الالمان، ومن الالمان تفرع الافرنج كلهم، الانجليز والفرنسويين واليونانيين. اذا نعرف من الحتة دي ايه، نعرف ان العيس ولاده كلهم هم الاجانب. وفي دعوة وفي شريط تاني للشيخ قال له ولا يملك اولادك يكونوا مثل الرمل، يعني كتير جدا، ولا يحكمهم احد. كل الدعوات دي كانت لمين؟ للعيس. فطلع من سلالته الالمان، ومن الالمان تفرعت الافرنجه زي ما بيقول الشيخ، كلهم اللي هم الانجليز والفرنسيين واليونانيين. اما سيدنا يعقوب فان شاء الله هيبقى الحلقه الجايه، عشان امه هتقول له امشي من البلد خوفا من العيس يقتلك، وروح اقعد عند خالك في مكان اخر. وابتدى بقى القصه بتاعت يعقوب، نشوف الحلقه الجايه ان شاء الله. الان نسمع قصه ما روي في الكتب في الامام تصديقا لكلام مولانا الشيخ، ما جاء في الكتاب الثعلبي عن قصص الانبياء وابن كثير. هنسمع القصه من الكتب. اسحاق عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقد بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بمولود جديد بعد إسماعيل، وهو إسحاق عليه السلام. وكانت لهذه البشرى شيء عجيب، فإبراهيم في ذلك الوقت بلغ من السن عتية، وامرأته صار عاقر لا تلد. وفي يوم دخل على إبراهيم ملائكة، وكانوا ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكانوا في صورة بشرية. فدخلوا على إبراهيم وسلموا عليه، فقام إبراهيم إلى زوجته سارة وقال لها جهزي طعاما، وجاء بعجل سمين مشوي وقدمه لضيوفه، فوجدهم لا يأكلون مثل البشر بل ليس لهم طعام. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فسمعتهم سارة العجوز العاقر فضحكت، لأنها لا تتصور أن تلد وهي في هذا السن، كما جاء في كتابه العزيز. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فكان في ولادة إسحاق معجزة، وأيضا دليل على أن الله سيرضي سارة فستفرح بوجود ولدها إسحاق، ثم من بعده يولد ولده يعقوب، أي يولد في حياتهما لتقر أعين سارة بإسحاق وابنه يعقوب. تربى إسحاق عليه السلام على الدين الحنيف، دين إبراهيم، في حياة أبيه. وتزوج إسحاق من فتاة تسمى رفقة، وأنجب منها توأمين،
عيس ويعقوب. ولد العيس أولا وعقبه يعقوب، لذلك سمي يعقوبا أي عقب أخيه. إسحاق عليه السلام. وكان إسحاق يحب العيس جدا، وكانت زوجته تحب يعقوب جدا. فلما كبر إسحاق بعد أن عاش 180 سنة أصيب بفقدان البصر، فأراد أن يورث العيس وذريته النبوة وأن يدعو له دعاء الأنبياء كما جاء في كتاب الله العزيز: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلما كبر إسحاق كف بصره، وفي يوم قال العيس: يا بني أطعمني لحم صيد، واقترب مني بعدها أدعو لك بدعاء دعا لي به أبي إبراهيم خليل الله. فهم العيس يسعى بصيد سمين لأبيه، وكان العيس رجلا مشعرا جدا، أي جسده مملوء بالشعر. أما يعقوب فكان خليل الشعر، وسمعت أمه ما دار بين إسحاق والعيس، فقالت ليعقوب لأنها تحبه: يا بني اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاه واشويها والبس جلدها ثم قدمها إلى أبيك، وقل له: أنا ابنك العيس فادعو لي. فذهب يعقوب فذبح وشوى ولبس جلد الشاه، ودخل على أبيه وقدم إلى أبيه اللحم وقال: يا أبتاه، كل ما طلبته. فقال: من أنت؟ قال: العيس. فمسه وتحسس الشعر، وقال إسحاق متعجبا: إنني ألمس ملمس العيس والريح ريح يعقوب. فقالت له امرأته: هو ابنك العيس. فدعا له فقال: قدم طعامك. فقدمه فأكل منه، ثم قال له: ادنو مني. فدنا منه فدعا له أن يجعل في ذريته الأنبياء والملوك. ثم قام يعقوب من عنده، وجاء العيس بعده فقال: يا أبتي، قد جئتك بالصيد الذي أردته. فأدرك إسحاق أنه قد دعا ليعقوب، فقال: يا بني قد سبقك أخوك يعقوب وقدم لي الطعام ونال الدعاء. فعضب العيس وقال: والله لأقتلنه. فقال: يا بني لا تفعل، قد بقيت لك دعوة، فهلم أدعو لك بها. فتقدم إليه فدعا له، فرفع إسحاق يداه للسماء وقال: اللهم اجعل ذريتك عدد التراب ولا يملكهم أحد غيرك. وقبله وارتضي جميعا، ولكن أم يعقوب ذهبت إلى ابنها وهي خائفة عليه من أخيه، وقالت له: الحق بخالك فكن عنده، خشية أن يقتلك أخيك، ولا تعلم أن العيسى قد ارتضى بما قسم الله له.